صار لي لانتشار الأوبئة أو الأزمات آثار سلبية تتعدى مسألة المرض ودائما ما تصل إلى الحالة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للإنسان. بسبب فيروس كورونا فقد العديد من الأشخاص عملهم بسبب تقليص عدد العاملين في الشركات الخاصة أو بسبب توقف حركة الطيران بين البلدان. صحيح سمر، وأشخاص كثير دخلوا مرحلة البطالة والإحباط، ولكن هل يستسلم الإنسان للظروف المحيطة؟ وهل يوجد طريقة لتطوير متطلبات سوق العمل الجديدة للبحث عن فرصة جديدة؟ هذا الموضوع وهي التفاصيل رح نتعرف عنها مع الدكتور منير عباس، رئيس جمعية الموارد البشرية. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي عن التأثيرات السلبية لانتشار فيروس كورونا، ونحكي كمان الإيجابية كمان، وشو هو كان دور الحكومة في المحافظة على العاملين والموظفين، ودور القطاع الخاص شو كان؟ تمام. هلأ لابد ما حدا بينكر أنه التأثيرات السلبية كانت كتير واسعة ومفاجئة لكل الناس، بشكل خاص للأشخاص اللي فقدوا عملهم، لانه صار في تسريح تعسفي، ما عاد في استخدام كامل، ما عاد في انتاج بكامل طاقاتها للشركات، فلم يعد هناك حاجه للعماله بشكل الكامل، فتم التسريح. ولكن تدخل هون، في عندنا ثلاث انواع من التدخلات، في عندك التدخل الحكومي والتدخل القطاع الخاص والتدخل القطاع الاهلي. الدور الحكومي هو انه حد من عمليه التسريح التعسفي خلال فتره الازمه، فبتذكر انه يعني ببدايه الازمه هو كان في عندنا الحجر لمدة شيء 50 يوم، طلع قرارات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه ممنوع إجراء أي عمل تسريح تعسفي أو استقالات غير مقبولة أبدا خلال هي الفترة، وهذا الشيء تشكر عليه وترفع القبعة للحكومات اللي عملت هذا الإجراء. بعد هي 50 يوم الحجر، فهون ما عاد فيك أنت دائما أنك تتدخلي بهالطريقة هي. القطاع الخاص طبعا بالنهاية بده يربح والشركات بده تربح، فبيكون هون تسهيل عمليات أنه فيك ممكن تدخلي بتخفيف الضرائب على أصحاب العمل اللي ممكن يشغلوا أكثر من 70% من طاقتهم الإنتاجية، فيك تدخلي بعملية مساعدات نقدية، وهذا اللي تم عندهم بسوريا. تم توزيع مبالغ بقيمة 100,000 ليرة لبعض العائلات المتضررة، بالخص للمهن اللي ما أنا مسجلة بالتأمينات الاجتماعية، اللي هي ناس اللي عندها بسطات اللي عم تتعيش بشكل يومي ودخل يومي. صحيح. ولهلأ مستمرة العملية هي. أما عن دور القطاع الخاص، فهون في مسؤولية اجتماعية كتير كبيرة لازم يعني، وهذا الشيء البعض من الشركات ما حدا سرح ولا عامل، بيقول لك هذا مسؤولية مجتمعية، ما ممكن أن أتركه بسوق العمل بدون عمل، هو وقف معي طول هاي السنوات، أنا ما حقدر استغني عنه بفترة أزمة 6 شهور فقط لا غير. فدخلوا بعض، أنا بعرف بعض الشركات بالعكس ساعدوا العائلات وصاروا يعطوا مخصصات غذائية بالإضافة لرواتبهم، عطوا بعض العلاوات بالرواتب بسبب الغلاء المعيشة اللي تم، دخلوا أيضا في حتى بأقساط المدارس، أنا بعرف بعض الشركات. دور المجتمع الأهلي اللي هو مثل اللي احنا جمعية إدارة موارد بشرية، دور التوعية، يعني اللي احنا بنعمل بعملية حلقة وصل بين القطاع الخاص والقطاع العام، وبنقوم بردم فجوة ما ممكن حدا يلعب هذا الدور غيرنا لحنا. مثلا عملنا دورات تدريبية كتير افتراضية لكيفية إعادة تأهيل مهاراتك ودخول سوق العمل من جديد. هون طبعا ما فينا نقول انه احنا كلياتنا كل هالجهات عم تشتغل، صاحب المسؤولية نفسه العامل نفسه هو بده يشتغل على حاله. الأدوات التي كانت تستخدم سابقا في سوق العمل تم تطويرها حاليا، يعني هلا ما في حدا لازم ما يكون عم بيجيد العمل بشكل افتراضي، يعني هي الأدوات صارت جزء من حياتنا. يعني ما صار لي 3 أيام جاي من أوروبا شفت الدورات التدريبية اللي عم يعملوها بألمانيا بالنمسا بالتشيك، عم يعملوا دورات تدريبية للعمالة اللي هي بتشتغل مهنيا ويدويا، كيفية إدخال الجو الافتراضي والتقنية الحديثة كجزء من أعمال. يعني حتى ممكن ننقل بعض الأعمال إلى أحياء وتصير تجمعات سكنية لإنجاز هذا الجزء باللي كان ينجز بالمعامل. كتير في أدوات عم تستخدم، وكتير لسه التفكير والعمليات المبادرات والابتكارات لسه دايرة، يعني بكل شيء تغير، يعني كل شيء دخل فيه التقنية الحديثة. فالعامل أو الموظف القديما اللي ما كان ومتجنب حاله عم بيقول إنه هالأدوات اللي كانت معي بتمشيني 20 سنة لقدام لحتى أتقاعد وبعدين هالتكنولوجيا ما بتعنيني، هذا خاطئ جدا، لأنه فعلا تغير العالم بسبب الكورونا. تمام. وصرنا بمرحلة جديدة خلتنا نوعا إنه لحنا المهارات اللي كانت معنا بدها تطوير، أو
انا برايي يمكن بنشوفها هي بنلمسها اكثر شيء بالقطاع الخاص، انه في منافسه اكثر، فما في استقرار وظيفي، فبتحسي دائما الواحد بحاجه ليطور حاله، والا ما ممكن يقدر ينافس ويحصل فرصه وظيفيه. تمام دكتور منير، يمكن حضرتك من خلال سفرك او البلاد اللي زرتها لاحظت انه الدورات او خلينا نقول التريننج اللي عم يعملوه للاشخاص بما هن بالدنيا، شو بدهم هن، شو بحاجه هن، بحاجه يمكن للعماله المهنيه اليدويه، يعني كل بلد يمكن لازم يتجه بالمنحه يلي شو بيتطلب سوق العمل، وشو بدهم اشخاص ليكونوا بقلب سوق هذا العمل. قديش مهم نحن نعرف شو بدنا ونعرف الدورات اللي نحن عم نقوم فيها، في كثير دورات عم يخضعوا لبعض الاشخاص تجاريه نوعا ما، ما منها فائده، مجرد انه يحصل على شهاده انه انا معي شهاده بهيدي القصه، واحيانا ما بيكون اخذ الخبره الكافيه. تطوير الذات هون بيلعب دور كثير كبير، فمن وجهه نظرك شو الطريقه الامثل لتطوير الذات؟ مو ضروري نحن نخضع لدورات ما لها طعمه، لازم نعرف الاختصاص اللي بدنا نتوجه له. تمام، هلا اول شيء في جزء من الدورات، جزء بيخص الاحتياجات التدريبيه للشخص، هو بيعرف شو في عنده نقص مهارات بالنسبه للمسار المهني اللي بيختاره. وفي جزء ثقافي عامة، يعني مثلا في عندك هلا محو الاميه بالاي سي دي ال، هذا يعتبر محو اميه، محو اميه باستخدام الابلكيشنز اللي عم تنزل على الموبايل، محو اميه باستخدام الانترنت بطريقه مفيده لإلك، محو اميه بعمليه السيرش فور جوب، يعني تروحي انت وتحطي بتعرفي كيف الدوره على مواقع التوظيف الوظيفه بتخصك، هذا يعتبر لازم، هذا الاي بي سي للدخول عالم الافتراضي. اما الاحتياجات التدريبيه فهون بيبرز دور جمعيات اهليه، مثلا احنا جمعيه اداره موارد بشريه بنعرف تماما هذا الاختصاص شو عم يتطلب فيه سوق العمل، لانه احنا جمعية تنموية وليست جمعية إغاثية، فنحن عم ندرس كل سنة، مثلا هلا في عندنا دراسة بال 2020 شو هي احتياجات سوق العمل من المهارات داخل الشركات، وبننشرها بشكل علني، يعني بنقول بده يتدرب في عندك هال 12 مهارة هدول بال 2020 مطلوبين بسوق العمل بسوريا، بدك تلاقي وظيفة حاول تمحور مهاراتك حولهم، وهدول المهارات اكثرتهم مهارات سلوكيه، يعني فيني اقول لك مثلا مهارات تواصل، مهارات تفاوض، ولكن بطريقه مختلفه، يعني انت وقت تتفاوضي مع زبون افتراضيا على الانترنت غير وقت تتفاوضي وتلعب لغه الجسد الدور الاكبر، وقت تشوفي انتربيرسونال تكوني قاعده مع شخص وجها لوجه وتقنعيه بصوتك وبالتون وهيك شيء، فصار في ادوات جديده، يعني هو نفس الاقناع نفس التفاوض ولكن افتراضيا. مثلا فوتي على مجال الماركتينج والادوات تبع التسويق الحديثه اللي هلا، التسويق القديم كان عبارة عن دعاية وإعلان وواجهات موجودة بالمحلات، الآن التسويق هو قطعة عم بتشوفيها على الإنترنت وعم بتقيسيها وتحاولي تعملي عملية فيتنج لألك قبل ما تجي على البيت وتتورطي فيها وتردي ترجعيها. غير هيك في عندك أدوات بدها تساعد فيها البيئة، مثلا إحنا هلأ لازم يكون في عنا نظام الدفع الإلكتروني الموجود حاليا، يعني تقدري تدفعي، إحنا دولة معاقبة بس في عنا عملية دفع إلكتروني داخليا ونشغل عليها من 10 سنين، ولازم يكون طرحها هلأ صار وقته. نعم. يعني فيك تدفعي فواتيرك، فيك تدفعي امورك حياتك الشخصيه عن طريق الانترنت، فالمهارات اللي احنا بدنا نتعلمها لازم تكون نابعه عن طريق احتياجات تدريبيه، يعني في دراسه بتقول بسوريا مثلا 12 مهاره مفيدين هدول بعمليه المحاسبه، هالعشر مهارات هدول اذا بدك تاخذ كارير بالاتش ار بدك تتعلمهم، هلا 9 مهارات هدول موجودين حرفيا ويدويا للعماله اليدويه اللي بدك تعملها، فما في شيء لازم يكون عشوائي، انا بعرف كثير من طلابنا ومن زملائنا عم يعملوا دورات تدريبية خلال فترات الحجر، أنا بقول لهم ما بيضر، أفضل من القعدة بدون أنه الواحد ما يستثمر وقته، ولكن كون موجه، بعرف كثير ناس طورت حالها وسجلت بجامعات افتراضيه حاليا، يعني هلا في عندنا كثير ناس صار لهم 7 شهور هلا مسجلين وبقي لهم 5 شهور لحتى يتخرجوا من برامج مثل برامج ماجستير افتراضيه، فقدروا يحطوا شيء بكارير تبعهم بالمسار المهني، وهذا مو جهد فردي، هذا جهد جماعي، الدوله لازم تلعب دورها، القطاع الخاص يلعب دوره، يقول لهم شو هو الاحتياجات، والمجتمع الاهلي يلعب عمليه الوصل بينهم. وتكون اكيد في وعي شخصي لهالموضوع، ونتشكرك دكتور، متشكر وجودك معنا ونشوفك اكيد بحلقات. شكراً لك دكتور، إن شاء الله كمان إحنا يكون لنا وقفات تانية مع حضرتك ويكون وقتنا أطول للاستفادة أكثر من هذا الموضوع المهم. سمر.